عندناش كباره كنجنوا مع الناس فهمتي كل نهار واش كتصور كتجني بخمسة دراهم الكيلو هو كيشد شويه وصافي كتشد شويه فهمتي بحال هو كيبيع ب 300 كيشد 10 دراهم وانت كتولو ديال الثمن شحال تقدر تجني قلتي لي انت من كيلو في النهار؟ واه على حسابي تقدر نجني 10 20 على حساب مع الصباح نقدر نجي 10 تال علاش كتبداو الجنيه انتوما بالنهار؟ وبالنهار كنبداو مع الصباح مع 6 ديال الصباح ولا شويه بكري على حساب الجو فهمتي صافي كتجني حتى كيسخن الحال وكتجي للطاره وتي كتجي تكمل في العشيه كتجي عاوتاني في العشيه من المشكل وكديروا مع الحراره ومع هذا الصعوب الشوق واه هذاك الشيء راه اعلم به ربي وصافي الصبر وصافي انتوا ما فكرتوش انتوا الناس ديال الدوار ولا ديروا شي تعاونيه ولا شي جمعيه؟ ما كاين اللي كله كيدوي على راسو فهمتي؟ ما كاينش اللي غادي يساندك وغادي يدير معك شي حاجه دابا حنا خدامين شنو كنقول اللهم تصور لك 100 ريال ولا ما كاينش ثلاث شهور عنده صافي كي شهرين صافي كيكمل كبار كيعاود الثاني نفس الديكور بحال هكا والثمن ديال البيع راه كله فهمتي؟ كاين اللي كيشري بثمن وكاين اللي كله كيدي شويه وصافي شحال داير الكبار دابا في السوق؟ 15 درهم هاد العام راه اللي دار 15 درهم هاد العام كيدير 240 ايام ملي كان يلا بدا كيدير 35 درهم حتى 30 درهم وجاي كيهبط حتى العام اللي دار 15 درهم هاد العام كان كيبيعوه داك العام اللي فات كان كيبيعوه غير بشي 260 220 هاد العام اللي طلع شويه عاد هاد العام دوما انتم هاد الدوار ديال جماعه المراسله كلشي مركزين على الكبار الناس كلشي عايشين كلشي كبار ولا عايشين منه ولا ما كانش ما كاين والو حيت دابا هاد الكبار في هاد الشهرين ولا بنادم كيعيش به ما كانش راه ما كيفوت هادشي راه ما كيبقى عند الدوار ما كاين عنده فين يمشي شحال من كيلو تقريبا تقدر تجني ولا واحد في النهار ديال الليطه واش الواحد في الدار ولا الانسان الواحد الواحد كيجري 10 كاين اللي جنى 15 20 الواحد هما اللي كيجمعوا كاين اللي صعيب هو شويه صعيب شويه في الجنيان ديال صعيب عندك تشوف شوف داك صعيب فيه لا والو ما كاين لا جمعيه لا والو ما عمر استفد كاع شي حاجه ماشي جمعيه ولا شي حاجه بدا منها الجمعيه كاين بعاد فهمتي بحال هاد القرعه عند شي هنا ما كاينش واصلا الكبار بدا من الجانيت من هاد ما يسمح لنا البلاصه نيت من الكبار نيت جمعه مراسله المراسله في كيتسوقوا دابا اللي كيجمعوا كيبيعوا بحال كيجيو الناس كيشروا على الدواور نيت فاش كياخذوا ما كاينينش ما لقيناش اللي يعاوننا في هاد الجمعيات ما كاينش ما كاينش اللي يعاوننا بغينا نديروا جمعيه ولكن ما كاينش اللي يعاوننا في هاد الجمعيه داروا واحد العام الجمعيه وبقى داك الشيء كاك بحال هاد الجمعيه ديال المنتجين الكبار ما عمرهم جاو عندكم تجاوبوا معاهم ما جا عندنا حتى شي واحد نهائيا ما عمر جا عندنا شي واحد كاع هنا فين النهار كيجنوا داك 10 شنو كيبيعوا يلاه كيتكافع بهم كيصير حيت هو ماشي كيولد يوميا كيولد مره يومين في السيمانه كيولد في هاد السيمانه كيجني كيجني في نهار كيعاود ثاني السيمانه الجايه داك الشيء كيجني 10 كيلو باش هاد الجمعيه تجمع كيشدوا كيبيعوا يلاه كيتقافع معاهم الصير ما عندوش هو كاع باش يصير عرفت شنو القضيه انا فين راه كلشي الباديه انا راه ما عندوش انا كلشي معتمد على عنده هاد الشهرين هي اللي عندك اعتمد غير الفلاحه الاخرى اللي عندكم هنا في الجامعه ديال المراسله شنو عندنا الكبار كيتفلحوا كاملين في الكبار كيتفلحوا عند هاد الشهرين هما اللي كيجمع بها وكيبقى مسير باش وكاين اللي ما عندوش كاع مسكين كاين اللي ما عنده كاع والو عاد الكبار هو اللي معتمد عليه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم